والآن مع برنامج البرنامج مع باسم يوسف. أنا الأول عايز أبتدي البرنامج بإعلان تأييدي التام والمطلق للدستور والرئيس محمد مرسي. إعلان يعني تأييد كامل، هو مش كامل أو 55%، يعني 55% بأيده، يعني في 45% صفر العظيم صفر العظيم صفر العظيم يا رب مش بيحبوا الدين ولا الإسلام، فبس إن شاء الله على مراحل كلهم هيأيدوا الرئيس مرسي، بس نلاقي حد يشرف على المراحل اللي جاية. قبل ما الفنانة أصالة أنا عادة بيجي لي جلابيع أول مرة واحد منهم يجي لي. أنا من أكثر المعجبين بحضرتك، أنا حافظ كل أغانيكي كل أغانيكي، يعني أكثر أغنية بحبها قلبي طيارة، لا ثانية، أنا ثقافتي الغنائية وقفت عند لولاكي، معلش أنا آسف. أنت جاية لي؟ أوه أوه. أنا عايزين نعمل معوضة حلقة، بلس سنة، ها؟ يس؟ يا ها؟ أوه، I'm so happy. المهم النهارده انا عايز اتكلم عن مجال الاعلام. الحقيقه مجال الاعلام فيه تحديات كتيره، مثلا عندك تحديات قضائيه، يعني كل حلقه بتعملها ممكن تاخدك للشهره او تاخدك لابو زعبل. هم الحقيقه قالوا لي ان اترفع عليا قضايا كتير، في قضيه منهم من الفنانه غاده ابراهيم. انا ما اعرفش مين الفنانه غاده ابراهيم، بس مش يا كل بس الحقيقة في تحديات بتجيلي أقوى بكتير، تحديات تخص أسلوب حياتي، تحديات أكثر عمقاً. باسم هذا لا يجيد أن يستنجي إذا دخل دورة المياه. عندك دليل؟ أيوة طبعاً عندي أدلة كثيرة. أنا أدعوه على الهواء لأن يقرأ الفاتحة، إن قرأها صحيحة أنا سأعتزل الدعوة. اولا بالنسبه للفتح هفوت الموضوع ده لان احنا ما خلصناش نبطلك الدعوه. اما موضوع ان انت متاكد ان انا ما بعرفش استنجي وبالادله، يبقى حاجه من الاثنين، يا حضرتك مكشوف عنك الحجاب يا اما انا مكشوف عني البنطلون. اوه حضرتك مش عارف يعني ايه استنجي؟ مش عارفه. بصي هقول، انا هشرح لك. بصي دي لما بنخش التواليت، دي حاجه بنعمل، بصي دي حاجه بنعملها قبل ما نقفل السوسته، يعني على ذكر السوسته في سكريبت كنا مأجلينه من الاسبوع اللي فات. على ذكر السوسته، يعني انا متهيألي ان ده وقته. صديقنا يا واد يا مؤمن اي كي اي الشيخ خالد عبد الله، على فكره اي كي اي يعني also known as دي كي مش 7، لو انتوا بس عايزين تبصوا في حاجه ثانيه. المهم الشيخ خالد عبد الله الحقيقه جاب سيره الاسبوع اللي فات. عاده الشيخ خالد عبد الله يعني ما بيهتمش بيا،
ما بيجيبش سيرتي، انا ما بجيش على دماغه، هو كمان عنده حاجات تانية اهم مني بكتير يتكلم عنها. افكركم بهذا الرجل الهمام عم باسم سوستة، عشان ما يجيش باسم يوسف يقول لك البيان في ازراء الاديان وده مستحيل. باسم سوستة معانا الناشط السياسي من السويد، مش تامر من بنها، ها؟ عشان باسم يوسف بس. باسم سوستة، امثال باسم يوسف. هسألك سؤال يا سوستة. طب يا عم سوستة، باسم يوسف يطلع يقول طبعا مش هتتكلم عن السعودية عشان السعودية على قلبك زي العسل. باسم سوستة، باسم سوستة، هل يا باسم سوستة يا للدرجة دي، للدرجة دي بتفكر فيا، للدرجة دي أنا على بالك. ثانية واحدة، إيه سوستة دي؟ واحد يقول لي يستنجي والتاني سوستة، إيه جو النص التحتاني ده؟ أنا بطلع حاجات عجيبة من الناس دي، أنا ما كنتش أعرف إن فيها كمية الإثارة دي. أنا كنت أسمع إن مجال الإعلام فيه تحرش وإن فيه بنات ودباديب هتترمى عليا، بس مش كده. على العموم انا مش زعلان من الشيخ خالد، يعني ده تمامه، كلمه هنا كلمه هناك، يعني كلمه هنا كلمه هناك، يعني حاجات ولا تودي ولا تجيب. الصوره موجوده يا جماعه مش كده؟ وطبعا سوستة واقف مع مين؟ ده مع مولود صالح، كبير اقباط المهجر وصاحب الفتنه اللي بتحصل بين المسلمين والمسيحيين في مصر. شيخ خالد انا اتكلمت على الموضوع ده قبل كده والله، قلت ووضحت، قلت ان انا ما اتصورتش معاه بمزاجي، وهو بيشوهني وبيشتمني كل يوم كل يوم، قلت الكلام ده في التويتات والله، بس في ناس بتلزق تهم لاي حد وخلاص. طب لو انت مش مصدقني، انا عندي ليك واحد انت بتثق فيه وهو صدقني قبل كده. مورس صادق اللي عمال يشتم في باسم يوسف كل يوم كل يوم بيشتم في باسم يوسف، وبعض الناس قالك بس باسم يوسف متصور معاه، والراجل طلع قال يا جماعه مش متصور معاه، ده حته انسان قذر. باسم يوسف قال الكلام ده في التويتات، لكن اهو احنا عايزين نلزق تهم في اي حد وخلاص. يا ريت يا شيخ خالد لو عايز توضيح يا شيخ خالد تبقى تسال الشيخ خالد عن موضوع الصوره دي، والشيخ خالد يقول لك يا شيخ خالد. بس الحقيقه بعيدا عن الاتهامات الشخصيه دي، الشيخ خالد كان عنده بعض التحفظات عن البرنامج، مش هو بس، ناس تانية كتير. راجل بلياتشو بينفذ تعليمات، جاب شوية مخنسين وشوية شواذ مدفوعين الأرض، مأجر لك شوية عيال من وسط البلد عشان يقولوا ها 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 وما ما ما يا متأجرين يا مزيفين، جبنا ناس معفنين. عريتونا ونلبسكم وننظفكم وبعدين فاتحيننا في كل حته ما عدا حضرتك طبعا، هم كلهم بس لا. طب يعني مش مكفياكم الفلوس والوجبات؟ قولوا احنا اسفين يا شيخ خالد، هنحاول نستنضف، وكمان احنا ما عندناش جمهور اساسا، والاثبات كده معنا من بين الجمهور معنا خالد. خالد هل تسمعني؟ خالد تسمعني؟ خالد نعم باسم اني اسمعك. ايوه خالد نعم. أيوة. باسم انت بتصعب، تخلي انت معايا في نفس المسرح، كمل سيبني اشتغل شويه باسم. اتفضل. ودلوقتي عندنا عينه عشوائيه جدا، عينه عشوائيه من المخنثين والشواذ. دورنا يعني. ازاي حضرتك؟ حضرتك مبسوط من البرنامج؟ ما 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 حضرتك ايه الساندوتش ده؟ مين اداهولك؟ بره قالوا لي في ساندوتشات هتدخل جوه. باسم عندنا عينه عشوائيه تانيه من المخنثين. حضرتك مبسوط من الشو النهارده؟ قوي قوي قوي، يعني مش عارف اقول لك ايه الصراحه. طب حضرتك قابض؟ قابض ايه يا عم، عيب كده، عيب الكلام ده. في 20 جنيه ناقصه بس لو طب بعدين 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 وضحك المره اللي فاتت بس. لا هنظبطك ما تقلقش. باسم زي ما انت شايف جمهور طبيعي جدا. باك تو يو يا باسم. شكرا خالد. ثانيه واحده، مش ده شادي؟
غريبة جدا، احنا عادة بندفع للشادي بالغيارات مش بالفلوس. لكن مش هي دي المشكلة، مشكلة الشيخ خالد معانا أكبر من كده، المشكلة في حاجات تانية أهم في البرنامج نفسه. لو أنت راجل اعمل حلقة عن القساوسة واتريق عليه، وجيب البرادعي سيدك واتريق عليه خلاص، وجيب حمدين صباحي واحد خمنة واتريق عليه، وتفطس على روحك من الضحك وتريل وتنزل تطلع لنا كتكوت وبيضة واسترجل واشرب بريل واطلع كده في الاستوديو بتاعك يا عم سوستة وقول الكلام ده. كتكوت وبيضة وريالة يا زنقتني الحقيقة. الحقيقة أنا عمري ما شربت بريل، عندك حق، أنا عمري ما جبت سيرة الناس دي قبل كده، علشان دايما في طلب على سلعة الفتنة الطائفية لازم يتفتح الباكابولت ده كل شوية. مش مننا ويرحل عننا. ايه شغل الحضانة ده؟ يعني مبدئيا انا جاي اغير كل حاجة عشان انا حاصل على جايزة نوبل في التغيير. المرشح الرابع باسم صباحي رمز السشوار. اهم حاجة عندي ان احنا نستعيد أيام الزعيم الأولمبي راحل. ما بلاش نبقى. المرشح السابع باسم موسى رمز الماضي. لم أكن أبدا جزء من نظام الأولمبي القديم، بالعكس أبسولوتلي أنا كنت من أشد المعارضين. فعلا عمري ما اتكلمت عليهم قبل كده خالص. كده ما فاضلش إلا الكتكوت والبيضة، أما الريالة دي بقى فسبتها لحد تاني. بس أنا برضو فاكر إن أنا السنة اللي فاتت اتكلمت عن الإسلام السياسي في 5 حلقات من أكتر من 100 حلقة، 5 حلقات بس، لما كان الكلام عن عكاشة والمجلس العسكري والفلول وعمرو مصطفى، كان ساعتها السخرية لطيفة وحلوة ساعتها، بس في وجود الإسلاميين في السلطة والبرلمان والشارع ما يصحش نجيب سيرتهم دلوقتي، عشان السخرية دلوقتي بقت حرام. أنا عندي اقتراح، خلي البلدعي رئيس وحمدين رئيس وزراء والأقباط أغلبية في الحكم، وحياتك مش هفوت عليهم حلقة. المشكلة الوحيدة بس إن حمدين مش هيرضى يبقى رئيس وزراء بس هو. لكن إيه المانع إن أنا أحاول؟ الحقيقة إحنا لمينا الفريق بتاعنا وقلنا لازم نتعلم منك إزاي نهاجم الناس دي. يلا شي خالد اتفضل. فاكرين لما قلت لكم ان في واحده بعتلي بتقول لي هنتخب حمدين صباحي عشان شكله امور؟ حمدين صباحي كان عنده استعداد يلتقي مع الشيطان الاعظم احيانا في مقابل انه كله مكان في كرسي الرئاسه. ده البلدعي مواقفه مخزيه، انا ما اعرفش بيعتبروا قيمه من انهي داهيه. المغيبين اللي هم بيعبدوا العجل المقدس عندهم اللي هو البلدعي، كل ما يتمطع ويتكرع ينزل لنا غثاء من بطنه على التويتر. ده انت كارثه من الكوارث، ده احنا بتولينا بيك. طبعا عم تشكشك شغال اليومين دول طبيب نسا، كل تويتر تقلك ايه؟ اجهاض. ايه يا عم؟ واو. انا والفريق بتاعنا بعد ما شفنا ده قررنا ان مستوانا مش ممكن يوصل لكده، الا لو كان في تطور اكبر في الاسلوب، الا اذا كان في خلطه من المؤامرات ما يقدرش عليها الا خالد عبد الله نفسه. واحد يقول لي ان حمدين صباحي الرجل الذي قيل انه مول من ايران في حملة الانتخابات، والرجل الذي قيل انه يتعامل مع كتائب مسيحية في مصر بالاتفاق مع ناس في لبنان بقيادة سمير جعجع، مش ممكن، فظيع. بقى ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ يا لهوي، مش قلت لكم مستوى احنا ما نقدرش نوصل له؟ عالمي الراجل ده، عالمي يا جماعه. احنا مش ممكن نعلي على الكلام ده، عشان كده انا بعلن من هنا ان انا خسست التحدي مع الشيخ خالد عبد الله وجميع القنوات الدينيه. انتوا بتاخدوا مستوى الهجوم لمستوى يصعب على امثالي فهمه. انتوا مش محتاجيني، انتوا قايمين بالواجب وزياده، انتوا بتشتغلوا على الناس دي 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. سيبوا لي انا الساعه بتاعتي في الاسبوع اتسلى عليكم انا شويه. وكمان دي لسه 5 حلقة، احنا لسه قاعدين مع بعض. على فكرة خدتوا بالكم من نظام قيل كذا واحد قال لي وسمعت من واحد ثقة بالمناسبة دي؟ خدوا عندكم شوية إشاعات. قيل إن خالد عبد الله بيقلب بالليل فامباير. واحد مصدر ثقة حكالي عن العلاقة الوطيدة بين خالد عبد الله وبابا نويل. أنا سمعت إنه كان بيمثل في مسلسل حريم السلطان بس للأسف ما خدش دور السلطان.
عشان كده يا جماعه انا ههدي بقيه الفقره ديت للشيخ خالد عبد الله. الراجل ده يا جماعه احنا فاهمينه غلط. مثلا ناس بتفتري عليه وبتقول عليه ان هو بيكفر الناس، الكلام ده غلط. هو دايما بيقول ان عمره ما كفر حد. انت بتخرج الناس احيانا من المله. اقسم بالله لو اتى لي انسان بتصريح او فيديو انا كفرت حد على شاشه قناه الناس، اقسم بالله لا اترك الاعلام. دين ربنا في انهي شرع يا اللي ما عندكوش دين؟ كلهم يشتركون في عداوه التيار الاسلامي، بل دعوني اقول لكم والله بدون هزار في عداوه الاسلام. والله العظيم يا اخي الواحد فعلا بيقعد يستغرب على امثال هؤلاء، يعني معادي قح لشرع الله. فظيع فظيع فظيع، مش ممكن. بالظبط، هو عمره ما هيقول لك انت كافر، بس هيقول عليك شويه حاجات لو حطيتها مع بعض تقول ان انت كافر. ما تفهمنيش غلط، هو مش بيكفرك كونك ان انت ما تعرفش دينك، ما عندكش دين، معادي للشريعه، معادي للدين، ما تخليكش كافر خالص. حاجه تانية، الشيخ خالد بيتفهم غلط ان هو بيحرض على الفتنه الطائفيه. الكلام ده غلط خالص، حتى هو دايما بياكد ان عمره ما حرض على فتنه طائفيه. ان وجدتم في برنامجي اي تحريض على مسيحي، الكنيسه جزء من اللي بيحصل، او اي طلب ايذاء لمسيحي، نزول مسيحيين، شوفوا عايزين يشعلوا البلد ازاي، او اي كلام عن اشعال فتنه طائفيه، بلتقط بعض القساوسه وهم يقودون المتطرفين من المسيحيين في مخطط لتقسيم مصر. لم يعد هناك لا وطنيه ولا خوف على المصالح ولا حاجه خالص، انما النهارده يتحرك الاقباط من شبرا فاردين عضلاتهم وقال لك المسلمين دول مش رجاله في مصر. واي كلام عن اشعال فتنه طائفيه انا مستعد اتحاكم. واحنا ما نرضاش ان انت تتحاكم. طبعا الكلام ده ما فيهوش فتنه طائفيه ولا تحريض ولا توليع في البلد ولا نوع من انواع التصوير خالص. ما انا لو مسلم وسمعت ان الاقباط بيقولوا انتوا مش رجاله ولا تفرق معانا خالص. النقطه الثانيه بقى اللي انا عايز اوضحها للشيخ خالد هي مهنيته وصدقه، وخصوصا في نقل الاخبار والحقائق، مش زي الناس الثانيه المضلله اللي بتفبرك الاخبار. الصحفي ده ما بيخافش لما يجي يكتب اي حاجه يلفق فيها ان ربنا سبحانه وتعالى يبعت له ملك الموت يقطم رقبته ويموت على سوء خاتمه، يقعد يقول لك اعمل ايه؟ يالف خبر او يروح يجيبه خبر لقيط زي الاخبار اللي بتيجي من على التويتر والفيسبوك. انما الان من صفحتها الاسم بالكامل ريم ماجد الفريد، تخرجت من كليه الاعلام سنه 95 وفوت تخرجها عملت بقناه النيل الدوليه النايل تي في. انا عايز اعرف هو سايب ريم ماجد ويصرف فودا في قناته ليه؟ الناس هو لو عملوا استطاعه هي ريم ماجد الفريد. شوف يا اخي الناس اللي بتخش على فيسبوك وتجيب اي كلام من الفيسبوك يا اخي، عندك حق والله يا شيخ خالد، دي ناس مريضه وكذابه وان شاء الله ملك الموت هيقطم رقبتهم. مش زيك خالص يا شيخ خالد، ربنا يطول لنا في عمرك وفي رقبتك. وبالمناسبه ديت، بالمناسبه دي انا حابب يعني تكمله للشائعات، احب ان انا اشير معاكم الصفحه الجديده للاعلام الرائع خالد جرجس عبد الله. تخرج خالد جرجس عبد الله من مدرسه الميديديو سنه 95 وحصل على دكتوراه في اللاهوت الفلسفي وقضى معظم شبابه في دير الانبا بيشوي. ما تجيبش حاجه من عندنا، هو كله من الفيسبوك. وفي النهايه نحب ان احنا كلنا نشيد بدور الشيخ خالد في فتح الاعلام المغرض، الاعلام اللي كان متواطئ مع النظام السابق. هو الحقيقه كان عنده تسميات معينه للاعلام ده. اعلام اقل ما يوصف بانه اعلام داعر فاجر. تلاقي الاعلام بتاع المارينز، اعلام بني علمان، اعلام قوم لوط، ده الاعلام المضلل الذي يزيف وعي الناس، الذي كان يسبح بحمد النظام ويستفيد من هذا النظام. حتى في ايام النظام البائد عمل ايه لمصر غير شويه مهاترات وشتيمه من فوق ومن تحت الترابيزه؟ الله اعلم كان ايه اللي بيحصل. يعني كل الاعلاميين يا اخي انا ما قلت لكم رضعين من الشيطان، ما تستغربوش. ايوه رضعين من الشيطان الناس دي. بيرضعوا من الشيطان؟ بالنسبة لسيد الشيطان ده لبن جحيم كامل النسمة. ممكن يكون بلادي ميري مش عارف. أنا أول مرة أعرف إن الشيطان من الثدييات الحقيقة. ده شيطان عشر.
ايوه طبعا الاعلام الفاسد طبعا. احنا كلنا عارفين كان بيطبطب على مبارك وابنه جمال ما كانش بيعارضه، اللي كان بيقول هل ترشيح جمال مبارك يستاهل كل ده، اللي كان بيبعد نفسه عن مظاهرات حركة كفاية وستة ابريل وبتقول انها بتولع الدنيا وبتولع البلد وبتكسر البلد، اللي كان بيقول هو رئيس مبارك يعني مسؤول عن كل مشكلة في البلد. فرق كبير ما بين الاعلام المنافق والاعلامي المناضل شيخ خالد عبد الله. هل فعلا مطلوب سعادة النائب من السيد الرئيس حسني مبارك ان كل مشكلة موجودة في مصر لازم يتدخل شخصيا عشان تعديل الاوضاع؟ يعني واحنا بنعيش في عصر محدش يقدر ينكر ان في تعبيرات عن الحرية وصلت الى اسقف ما كانتش موجودة قبل كده، هل ان يترشح السيد جمال مبارك او غيره ده في شيء من العيب؟ الاستاذ جمال مبارك اعلنها صراحة في خبر من حوالي يمكن اسبوع او حاجة انه العدالة لابد ان تأخذ مجراها بحكم انه هو امين لجنة السياسات ومتعايش مع هذا الامر. ابن الرئيس بيطرح اسمه للنزول كمواطن له حق في مسألة ترشح نفسه للرئاسة، يستاهل التوتر اللي بنشوفه والمظاهرات والمناهضات وما شابه ذلك؟ الامن المصري بجلالة قدره جاب لنا بلطجيه يضربونا في الشارع. طب هل ما بتفكرش تعملوا الكلام ده في حاجه زي الهايد بارك يعني متسح فاضي؟ ما حرضناش على حد ولا عمرنا امرنا بمظاهرات ولا عمرنا ساعدنا على الناس وقلنا اخرجوا ولعوا الدنيا وكسروا الشوارع واحرقوا البلد زي كتير من الحركات السياسيه اللي حضرتك تعرفها كويس هي اللي بتثير هذا الكلام. المناضل خالد عبد الله. ميرسي 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 ميرسي. لا يعني مناضل مناضل الحقيقة. الحقيقة أنت مش أنت قبل الثورة خالص، ما كنتش لاقي بدل ساعتها صح؟ أنتوا عارفين في كلمة بنوصف بيها اللي يتهم الناس بحاجات فيه هو، اللي يمشي مع الزيطة، اللي يحتمي في الأغلبية وكل يوم بكلمة. إيه هي الكلمة دي؟ إيه هي الكلمة دي؟ إيه هي الكلمة دي؟ أقول لكم مشوها سوستة. أنا قبل ما نختم الفقرة ديت أنا عايز بس أقول حاجة يعني عشان بس نقفل على العك ده خالص. أنا هتكلم جد شوية فاستحملوني معلش، هو بجد شوية معلش حتى ده دماء تقيل. أي برنامج ساخر في الدنيا مش محتاج يبرر أو يشرح هو بيعمل إيه وليه، لكن عشان إحنا في مصر حساسين زيادة على اللزوم هنضطر نعمل كده ونتكلم جد شوية وإن شاء الله ما نقفلكمش من البرنامج. للأسف في ناس فاكرة إن هما ماسكين صكوك الجنة ومفاتيح الآخرة في إيديهم وبيعتبروا ان اي هجوم عليهم هو هجوم على الدين. ما تستغربوش بقى لو انتوا شفتوا الناس اللي هي المفروض ان هم متدينين بيشتموا ويبلطجوا في الكلام. طبعا في تجاوزات من الناس كلها واحنا اولهم، بس السؤال ازاي الناس القدوه دي اللي بتقول انها بتاعت ربنا تقول كده، تشتم كده، تكذب كده، تبلطج علينا كده؟ الاجابه في الفيديو اللي جاي ده. يجي الناس يقول لك ايه صح برضو الشيوخ اللي بيعلموا الناس الاخلاق، ما هو يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم، وقلنا 100 مرة عندنا في السيرة ما يجعلنا نرى ونسمع ونقرأ عن تعامل المنافقين بشيء من الغلظة وأحيانا بألفاظ يعني قوية جدا أقوى بكتير من اللي بيتقال ده. وهو ده أصل المشكلة، تفسيرهم هم وفهمهم للدين. هم بيبصوا لينا مش كمسلمين أو مسيحيين، لا ككفار منافقين أعداء دين وأعداء ربنا، عشان كده احنا نستحق الشتيمه والتهذيب، ولو وصلت للضرب والتعذيب ويمكن بعد كده لا قدر الله للقتل. كل ده حلال فينا، احنا نستحق كده. وده تلخيص كل اللي بيحصل، اللي بتشوفوه، احنا بالنسبه لهم نستاهل اكتر من كده. عشان كده اللي يقول لي انت تتعدى على الشيوخ والعلماء اقول له المعادله بسيطه جدا، زي ما انتم معتبريننا مش مسلمين انتم بالنسبه لنا ولا شيوخ ولا علماء. أنا مش على راسي بطح عشان كل شوية أحتاج إن أنا أقول إن في علماء وشيوخ وسلفيين كويسين أو إن ديننا دين كويس. طب ما أنا عارف، كلنا عارفين، أنا ما عنديش عقدة النقص اللي تخليني أكد كل شوية إن الإسلام كويس، الإسلام كويس. أنا مش محتاج أمسك طوب أبيض وأقول ده لونه أبيض ده لونه أبيض. طب ما الناس كلها عارفة وشايفة إنه لونه أبيض، بس للأسف بنعمل مجهود عشان تشيل منه الوساخة.
طبعا بالنسبه لهم احنا الوساخه مش جديده. ليه معظم حلقاتنا على طيار معين؟ ودي اخر مره هتكلم فيها، لان هو اللي مع السلطه، هو اللي سيطر على كتابه الدستور وكان مع اغلبيه البرلمان كل ده. وكمان مش عايزين نجيب سيرتكم. ليه ما بتجيبش التيار المعارض التاني؟ بسيطه، مش انتوا بتقولوا ما لهمش وزن؟ هتلاقوا وزن التيار المعارض في البرنامج زي ما بتقول عليه في الشارع بالظبط. السنه اللي فاتت السخريه ما كانتش حرام لانها كانت بتيجي على مزاجكم، دلوقتي بس بقت حرام عشان سيادتكم هي اللي بتيجي. ولو على حياديه يا سيدي، انا مش حيادي، انا بقول رايي، انا حر. قال يعني الحياديه مقطعه الدنيا في برامجكم وقنواتكم. النظام السابق كان بيقول انتم ضد الوطن، دلوقتي بيقولوا انتم ضد الشريعه. ما عادش حد بياكل من الكلام ده خالص، فبلاش اللعب على عواطف الناس وتقولوا على اللي يعارضكم او يكشفكم ان هو ضد الدين، او تغطوا على فشلكم بان المعارضين ضدكم يبقوا ضد الاسلام. الاسلام اوسع وارحب واحسن من انتم تتصدروا باسمه. الدين اللي بتصدره لنا ده احنا ما نعرفوش خالص. وكانت هذه ايها الساده الفقره الجد اللي في البرنامج. نراكم بعد الفقره.